السلام عليكم، معكم محمد. بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو، انا عملت فيديو جامد جدا، كان اكبر فتح صدوانه في القناه، جبنا موبايلات وسماعات حاجات كامله طبعا. فهسيب لك رابط الفيديو ده في صندوق الوصف. الفيديو اللي هنتكلم ازاي نحول الصوره دي اللي احنا شفناها في عنوان الفيديو، موضوع سهل جدا. كل هنستخدم هو الموبايل بتاع الفيديو. هيتقسم لتلات اجزاء. اول حاجه الادوات اللي احنا هنستخدمها، والست اب، والست اب النهائي اللي احنا هنطلع منه الصوره، وطبعا الايديت اللي هنستخدم فيه الموبايل بتاع البوكس ارت، الموبايل اللي هنستخدم فيه كل حاجه، الصور وكل حاجه. فبنغلق كتير، خلينا نخش شرح الفيديو على طول. ودلوقتي جينا لمرحلة الأدوات، وأهم أداة معانا هي طبق الفاكهة، إذا كان بقى تفاح، إذا كان طماطم. وطبعا نستخدم في الفيديو ده إذا كان تستخدم سكينة أو شوكة على حسب شكل الصورة أنت عايز تاخدها. في حاجات كده تركة ممكن تديك شكل جمالي، ممكن تستخدم الكمامة دي لونها أسود فبتدي طابع جميل للفيديو، أو تستخدم الماسك ده وبرضه بيدي شكل جمالي للفيديو حسب شكل النهائي للصورة اللي أنت عايزها. وكده تكون الأدوات اللي احنا عايزينها كده انتهت. دي طبعا الإدارة أنا بستخدمها في الفيديو، ليد كده تقريبا حوالي 30 جنيه، في رينج 30 جنيه. بستخدم ليد أخضر وليد أزرق، وده اللي هيبقى في السيت اب. وكده ده الشكل النهائي بتاع الإضاءة الخضراء والزرقاء اللي عاملة الشكل فعلا جميل جدا. ده كده السيت اب النهائي اللي هنبدأ، اللي انت هتقعد وتاخده. دلوقتي جت أهم لحظة في الفيديو، نعمل الإيديت بتاع، نخش على برنامج بيكس ارت. بسم الله. هندوس عند علامة البلس او الزائد دي، وهي نختار الصورة اللي هنظبط عليها. تمام، بسم الله. هذه الصورة بتاعتنا. تمام، في بار تحت كده. تمام، هننزل عند كلمة لصقة. تمام، وفي البحث ده هتكتب اي اسم بقى، هتخش على جوجل وتختار اسم كوكب. تمام، تجيبه باللغة الانجليزية. تمام، يعني على سبيل المثال ده اسم كوكب. تمام، هنخش مثلا ندوس عليه كده، ندوس عليه بالشكل ده. تمام، وهناخد اللزقة دي. تمام كده، ونحاول بقى نظبطها. تمام، بحيث تظبط في المكان بتاعنا. طبعا في الحتة دي انا هبدأ اسرع بقى الفيديو، وانتوا هتمشوا على نفس الخطوات اللي احنا هنظبط عليها الفيديو. طبعا في استيكة هنا فوق، تمام، علامة الاستيكة دي هتستخدمها لما تحب تمسح الجزء. على سبيل المثال احنا نمسح الجزء ده عشان نخليه على المعلقة بالظبط. تمام، اعتقد ان هو كده ظبط. تمام، تمام كده كوكب الارض ظبط. بس وكده هندوس عند علامة الصح دي كده. تمام كده الصورة بتفنش. هندوس عند علامة السهم دي. تمام، هيظهر لنا كلمة حفظ او سيف تحت. تمام، هنسيف كده الصورة. تمام، هنخش بقى على المعرض او على الجاليري عندنا، وهنلاقي الصورة بتاعتنا خلصت. طبعا ودلوقتي هناخد الصورة بتاعتنا من الجاليري، وهنضيف لها شوية حاجات ببرنامج اسمه اورانج. تمام، بسم الله. هنخش على الجاليري عندنا. تمام، وهنختار الصورة بتاعتنا، وهنعمل لها مشاركة او شير. تمام، والبرنامج طبعا سيبها لكم في صندوق الوصف الرابط بتاعه. تمام، في مجموعة من الفلاتر جامدة جدا جدا. طبعا في الفلتر الاولاني ده في حاجات كتيرة جدا. طبعا دي كلها اذواق، وانت هنختار مع سبيل مثلا انا هختار الفلتر ده، انا محتار ما بين اول ثلاثة غالبا، يعني انا محتار من لون ده. تمام، من دوة. تمام، وده فانا مش عارف اختار ما بين التلاتة، فممكن اختار اول فلتر. تمام، ومن تحت هندوس عند سيف. تمام كده، وهنخش على الجاليري عندنا، وهنلاقي الصورة اتسيفت. طبعا كده يكون وصلنا لاخر الفيديو. الفيديو ده مسجل، نعمله بلايك واشتراك، فعل زر الجرس، اشترك في القناه، نزله وانتظر الفيديو الجديد. السلام.